فهم الدرس. طيب. ونحن أتمنى. ونحن لأن أيضا في برنامج دورينا نتابع كل كواليس دورينا، اتضح أن فريق عجمان بالتأكيد هو أكثر فريق يمكن استعد لدورينا من خلال معسكراته ومن خلال أيضا تهيئته. عموما مشاهدينا الكرام، من خاف من لسعة الشوربة كما يقول المصريين دائما ما ينفخ في الزبادي، وهذا ما فعله مارادونا عندما واجه الدقائق ما بعد التسعين وهو متقدما في ملعب النار. ملعب النار كل من شغل مدرجاته، ولم يخطئ رفاق مارادونا عرض الصدارة المسرحي، ولم تبخس جماهير الذهب في قطع رحلة الشامخة، كما لم يهدأ أصحاب الأرض والمدرجات من الوقفة الشجاعة في مؤازرة أبناء الشامخة ليخرج اللقاء الذي جمع السماوي بضيفه الإمبراطور ليسحب البساط من ديربي العاصمة ويأخذ منه لقب الحوار الأجمل في رزنامة الجولتين الأولى والثانية. دقائقه العشر الأولى تشهد صاروخاً إمبراطورياً برأس درويش أخرج مارادونا عن طوعه، وآخر بالقدم أهدى لقب الهداف لأوليفييرا الذهب، بينما الدقائق التي تلت مرحلة الأهداف تشهد كرات ضائعة وأخرى في العارضة، كلها انحازت لفرقة مارادونا التي بدت وكأنها تقضي فترة سياحية في قلب ملعب الشامخة في ظل غياب منظومة دفاعية كاملة. ويتوهم الجميع بأن الفرقة الصفراء ستخرج بغلة تفوق حجم غلة الدقائق العشر الأولى، ولكن المشهد الثاني يقلب فيه صاحب الأرض الطويلة بمن عليها وينتفض ويقلص عامر السماوي المسافة بهدف سريع، فتح شهية الفرقة السماوية للتعويض ليتقوقع الأصفر في حدود ملعبه ويتراجع وسطه للخلف لتتوالى بعدها غزوات تريزيجي وسنغهور وتضيع الفرص تلو الأخرى من نجم فرنسا. تنقذ العارضة ومن يقف تحتها الموقف للفرقة الزائرة، إلى أن سمعت صافرة قاد الملعب والتي من خلالها تنفس الأسطورة مارادونا الصعداء، وتذهب بالتالي صدارته لوكالات الأنباء لتداولها كوجبة دسمة يبحث عنها كل عاشق لملك الكرة. والله الحظ، يعني احنا صراحة نلوم الحظ ما حالفنا في أكثر من مباراة. في بعض اللعيبة يقولون تريزيجيه بيلعب، قلت له أنت تقول لي تريزيجيه وعندك مارادونا في الفريق خايف ليش؟ وإحنا الحمد لله يعني دخلنا بروح الفوز ودخلنا ب يعني هذا مارادونا يعني أسطورة زين، وقاعدين نتعلم منه في الملعب وقاعد يعلم اللاعبين، والحمد لله قدرنا نتفوق على بنياس. ومباراة عمان راح نعملها ألف عصاب، ما نقل من شان عمان، عمان فريق احنا نحترمه. أعتقد أننا فزنا بمباراة كانت صعبة للغاية. في الشوط الثاني لم نؤدي بالصورة المطلوبة لأن الفريق الآخر اعتمد على الكرات الطويلة من خلف مدافعين، فكانت مصدر الخطورة علينا. عموما نحن سعداء بالفوز ونتمنى التواصل. كابتن سالم، هل خسارة بنياس كانت بسبب الهدفين في أول قبل عشر دقائق، يعني قبل انتهاء العشر دقائق هو كان هذا السبب الرئيسي في خسارة بنياس؟ أكيد أكيد. شوف الشوط الأولاني خاصة، الشوط الأولاني أول نص ساعة الوصل فرض سيطرة رهيبة، يعني كان بإمكانه أكثر من هدفين، يعني ثلاثة، يعني راشد عيسى هدف، عندك أنت الأوليفييرا كذا هدف. ما كانوا بنياس ما كانوا يعني منضبطين، خاصة من ناحية الانضباطية بالنسبة للخطوط الخلفية، الجوانب وخط الوسط، يعني كان هناك في ثغرات موجودة وربكة موجودة في خط الدفاع، هذا اللي سبب في دخول هدفين على نادي بنياس. نحن نشوف الوصل أو فريق الوصل يلعب بروح مارادونا، وهذا الشيء اللي مخلينا حتى نحن كإعلاميين حقيقة نشكر إدارة فريق نادي الوصل على استجلاب واحد من أجمل وأروع المدربين في العالم، يعني مارادونا. نرجع يعني روح مارادونا اللي قاعدين نشوفها في والله شوف احنا سعيدين بتواجد مارادونا في الدوري الاماراتي، بس انا اللي اشوفه حاليا مستغرب من اللعيبه خاصه في الوصل اللي يتكلمون في مارادونا اكثر ما يشوفون يعني عمانه في الملعب. انا اشوف نادي الوصل
أكبر عن يعني مارادونا. اللعيبة هم اللي يلعبون، مارادونا هو المدرب. اللي شفته في مباراة الوصل، روح قتالية من لعبة الوصل، وأنا كنت مستغرب من أداء بن ياس. والله ما بقول غير إنه الله يرحم كذياب. الله يرحمك. إيه والله، بس تابعنا المباراة. مؤثر يعني هذا الشيء لغاية اليوم. والله شوف أنا كان شيء مؤثر الصراحة في المباراة، من خاصة من لعبة بن ياس. والله ما بقول غير إنه قدموا مباراة كبيرة الوصل وضيعوا أكثر عن فرصة. وأنا أتمنى التوفيق إن يراجعون حساباتهم نادي بن ياس في الجولات الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير سالم، هل ممكن المراهن على الفريقين عودة بن ياس لمستوى الموسم الماضي، وأن فريق الوصل يظل متسيد في يعني رأس الصدارة بالنسبة لدورينا؟ شوف بالنسبة لبن ياس، أنا من الناس المعجبين في فريق بن ياس من المواسم اللي طاف، خاصة الموسم اللي طاف، لكن مع تغيير الجهاز الفني يمكن عندهم بعض الأسباب، يعني لليوم ما برز بن ياس مثل ما شفناه. خسر بنزرت بن ياس؟ خسر لا، مؤسس أن كل مدرب، لكن بنزرت من المدربين الجيدين صراحة، المدربين الجيدين. أنا ما أبغي تكلمني عن بنزرت، هو خسر بنزرت بن ياس؟ بن ياس أنا أقول خسر بنزرت، نعم خسر بنزرت نعم. أما بالنسبة أنا أفتكر خلال المباراة الجاية راح يتغير مستوى بن ياس. أما بالنسبة للوصل، أفتكر الوصل مقبل في تحدي ومقبل إنه راح نشوف أحسن وأحسن بالنسبة لنادي الوصل. من جديد أيضا حقيقة أشكر الإدارة الوصلاوية على استجلاب هذا المدرب القدير.